في إبريل الماضي تم إنقاذ قطة من شوارع مدينة نوك عاصمة غرينلاند، وحملت القطة إلى ملجأ أصدقاء الحيوانات. أطلق المتطوعون على القطة اسم أولا، وقد كانت القطة شاكرة لكونها متواجدة في مكان آمن ودافئ. لمحت القطة البالغة من العمر عاما تقريبا إلى المنقذين بوجود خطب ما، وبمرور الأسابيع أظهرت القطة الرقيقة زيادة ملحوظة في الوزن وانتفاخ منطقة محددة من جسدها ألا وهي البطن، لذا تم أخذها إلى المبنى البيطري وخضعت لفحص الموجات فوق الصوتية، وتأكدوا بشكل قطعي بأن القطة الصغيرة كانت على وشك أن تصبح أما، كما قالت توني فرانك عضو مجلس الإدارة في الملجأ بأنها نشرت صورة للقطة أثناء خضوعها لفحص الموجات فوق الصوتية تظهر فيها ردة فعلها الرائعة أثناء الفحص والتفاتتها للجهاز، حيث انتشرت بشكل سريع في كل مواقع التواصل. لم تؤدي ردة فعل القطة العجيبة إلى شهرتها على الإنترنت فقط، بل ساعدتها أيضا بأن تحصل على منزل حقيقي ودافئ. فعلا فرحة الأم واحدة حتى لو كانت عند الحيوانات. سبحان الله والحمد لله.